المملكة على أعتاب حالة ماطرة تجلب الأمطار لمناطق واسعة وتتركز على سواحل البحر الأحمر وتترافق بالأمطار الغزيرة، حيث يتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة تدريجيا عصر ومساء يوم الأربعاء بحالة ماطرة تستمر يومي الخميس والجمعة، وتترافق بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل سواحلها بما في ذلك محافظة جدة. كما وضحت الأمطار متوسطة قد يتخللها سحب غزيرة على أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحفر الباطن والقصيم وحائل والمرتفعات الجنوبية الغربية بمشيئة الله. ويتوقع أن تكون هذه الاضطرابات الجوية قوية على بعض المناطق وبخاصة على القطاع الغربي من المملكة، بحيث تكون الأمطار متفاوتة الغزارة وتتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطير أحياناً، بالإضافة إلى أنها تترافق بحدوث العواصف الرعدية، بحيث أنه من المتوقع بمشيئة الله ونتيجة تعمق الهواء البارد لوسط البحر الأحمر وتقابله مع اندفاع هواء دافئ من الجنوب تشكل تخريجات بحرية قوية وسط البحر الأحمر ودخولها مباشرة إلى أجزاء من سواحل المدينة المنورة وجنوب تبوك ومكة المكرمة بما في ذلك جدة، مما يعمل على هطول أمطار رعدية غزيرة مع رياح قوية في بعض الأحياء، ولا يستبعد أن تتسبب بارتفاع منسوب المياه وربما تشكل السيول في بعض المناطق. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.